بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون سفيرا فوق العادة ومفوضا لخادم الحرمين الشريفين، ونقلت خلال اللقاء تحيات وتقدير مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لفخامته وشعب الجزائر الشقيق. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات. جميعنا نستذكر الزيارة التي قام بها سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للجزائر في ديسمبر 2018، والزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير 2020، وما تبعهما من زيارات متبادلة لوزير خارجية البلدين، وكان آخرها زيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية أمس الثلاثاء ولقائه بفخامة الرئيس. وجميع هذه الزيارات تصب بما يخدم العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها والتشاور المستمر، أيضا بما يخدم المصالح العربية والإسلامية. وفي الختام أتمنى للشعب الجزائري العزيز كل التقدم والازدهار، وشكرا لكم.